صباح النور غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى الف خير. بلاش نمسح الكاميرا تتبان لي مضببه. لا لا، وانت تاع الكاميرا تتبان شويه مضببه. المهم انا بحال فطار، جبت معايا حق الماكينه ديال القهوه ديالي فصاوبت. جبت غير نسبريسو، ماشي ديك الكبيره، صايبت هاد القهيوه هادي كما كتشوفوا، قهيوه لذيذه جدا جدا. غنشرب قهيوه وغنمشي ونهبطو، غنمشي ونهبطو اليوم غير لرجلينا. انا هبطو غير من هنا من جهه الدار، من هنايا من الجهه اللورانيه، ونزلو على رجلينا. خمسة دقايق راه يعني غير الهبطه. هذه كازا دي اميليا رايه. سلام لاباس شي تريقل. المهم غنديكم معايا، نشارك معكم نهاري. المهم الفلوغ ما غنعرفش اش كاين فيه، الحراره. المهم هنايا واحد الروينه وقيستو مشعلي الفرفاره. رايان نو بس انديامو سبيتا مالو ما جاش قدك؟ لا لحقاش دايره شعرك، جامعه شعرك من هنا. اوكي حمودي، هذيك الدفله ساره هذيك الدفله. واه زوين، شوفوا كي دايره فنة تتبان. تبغيت دير داك الالوان ديال الوردتين كيكونوا زوينين. دابا كاين واحد شويه ديال الغريبي، راه عندنا حنا بحال هكا يا سويسرا الدرج، ولكن هذا دابا داير هادو عطين شويه. شتي هادوك هاك حدا دارك كاع لي بايزي اللي فيهم الجبل فيهم الدرج. هادو راه رايان دايلا مانو تفادري، خاصك تخلصي النهار تيعطوك الكراسه وداكشي. هادو دايرين 50 اورو النهار، وقالك هادو هما الاثمنه اللي كاينين هنا. العام اللي فات خلصنا 15 اورو النهار، يعني كان ثمن مناسب، يعني 150 درهم النهار. هذا دابا داير 500 درهم النهار، يعني 50 اورو النهار بزاف. قلت لكم دايرين 50 اورو النهار. المهم كيف ما كتشوفوا هنا تيعطوك لا خمسين اورو نهار. شحال غنطلع لك السيمانه؟ هاد راه ماشي بلا مال الكومون، مال البلدي، مال عاد البلدي عرفتي. المهم خدينا هاد البلاصه هادي اللي خدينا
فيها جوج وفيها الباراسول. المهم هذا دار معنا ثمن مزيان. يلو بريزا سي اذا انترو لبورسا. هذا دار معنا ثمن زوين ديال 30 اورو للنهار. ولكن كيف ما كتشوفوا شويه جات في الصف الاخر، في الصف الاخر هذا كيما شي مشكل. بحر اللي هي قريب ما بعيدش. رايان زربان مشى دوج، قال لك حتى ندوج عاد نمشي نعوم في البحر. باي يلا تبيتو لا كريمه. باي ناري اخويا تنزلوش الله الغزاله ديالي. واحد دايزه واحد الحدا دايره السفيه ما تضحكوا عليها مع التكاسر غادي عريان. وانا بحال جيت بقى ما عمت ما والو. وجاني الجوع، جاني الجوع حتى نحس براسي جيعان. قلت ناكل عاد باش نمشي. جبت انايا غير الفوكاتشا. بيت سي الفوكاتشا زوينين ما مغلينوش هنايا. واخا كنت واخا زعما في لاسبياتا جبت لا فوكاتشا ايطاليانا دايرو ليمونه وروتين كونتا البيت ولكن راه خفيفه. زايدين فيها بزاف. زايدين فيها بزاف. ها؟ على تقرقي بالناب. سوف تشام لا منظر الاردن وكوا نو غزال ديالي. المهم صبحت انا عزيز عليا العومان بقيت نعوم. مشيت دخلت انا ورايا بقيت نلعب معاه شويه. ودابا نمشي نغسل رجلي من الرمله ونتسنى خالتي ترجع. مشات شي شويه تتمشى في جنب البحر. المهم نتسناها ترجع. اوكي اردن اين نسوق زوليت تي اسبيتي اسبيتي زوري من جامون سيان. الراحة التامة. راهي ما بغاش يخرج من الماء باقي تما. ما بغاش يخرج باقي. انا مقابله من البعد. وراجلي مشى يأوردني شي حاجة ياكلها. وانا كنتسنى في خالتي ترجع. مشات شي شوية كتمشي. تناكل انا وياها مجموعين عاد نشوف. وعندهم لي صالات، عندهم باستا فريد. الباستا يعني الانواع ديال المكرونه تكون بارده. شوفوا لا كابريزا هي فريسك. المهم عندهم بحال هكا كما كتشوفوا. شكون شلايدات انا غناكل ماطيش. هذا ما كاينش. بغيتي كابريزا؟ اشنو هذيك الكفايه هذه فرامون؟ هذه بلا ريكوتا. هذه دايرينها بالريكوتا و بومودورو اليوليف. وكاينين بحال هذه فيها البيض والمايس. ولا فريجو ولا ريكوتا؟ ايوا كاين هذه سلطه ديال ريزو. هما عندهم داك الشيء خفيف. بغيتي اختي عماطيش؟ كاينين عندهم البيتي ديال البيتزا. عندهم بحال هكا بحال هذا الخبز هذا تيكون لي بيدينا كالسوني. كاينين حتى لي بانيني فوكاتشي اللي عجبو. لي كريب اوديو لي كريب كوستو كالدو. الكريب مع هاد الحال سخين. داكشي بسرعة فيت فيت يكون عندهم يمكن واجد.
لا يا خالتي خدات الريكوتا، ريكوتا فريسكا وشويه ديال المطيشه وسميتو الزوره. غتقولي لي نجي يجيب الخبز عندي انا يلا باكواتش البان كريم. انا خديت هذه بالموتزاريلا والزيتون والمايس، ما ناكلش انا الخبز، ناكل غير اكلت قبيله الفوكاتشا. ايكولي كوا الجريسيني، جبنا الجريسيني هنا الجريسيني فيها البيض مسلوق. دايره بيضه وحده، دايره وحده ما هي تختي انا جوج بيضات. قهيوه 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 راتسي. اوه كيف دار الاسبريسو، الاسبريسو تاع القلب ديما. الاسبريسو كتعرفي من الكريمه كيف تكون. هلو زهيرة، إنه البحر الجميل. في لومبرا غنوقفو نتراها واحد شوية قاش طلعة كلها طلعة. ملي كنا غاديين كان الحال ساهل مع كل هبطة. الزهرة عمك شاب بلال صدق نضى منا، شو كي طالع وحنا يا اختي عينا والله إلا طالع طالع في الطلعة غنقوسو عليه مسكين. عرفتو أنا مقدرش نطلع، صافي وقفت شكلها طايت هنا. شو الطلعة كي دايرة، شو الله طالع والله والله تصدق ناضي طالع بحال داك التوك توك. ولكن دوك راه الدروج، اختي انا ما نبقاش نهبط على رجلي ونطلع، نهبط على رجلي ولكن ما نطلعش على رجلي. وراه الدرج ملي كنا نشد الطوبيس ولا نزلو. دابا المشكل غير الباركينغ. دري ورماي وصلنا لهنا راه وهبط بعرة والله إلا بعرة دابا شي بعرة ودي ها تقاداو ليك حنيني تاتا. ها شوفي نقلي شد القنت ناري موينتي شحال باقي ديال الدروج تابعينا. هاوا أخيرا وصلت. شوفوا ديك الحمامة كيف فوقاش جالسة، جالسة مسكينة فوق ديك البولة تبرد جات الحرارة. أخيرا وصلنا. فالغزالات ديالي بعد ما رجعت للدار نعسنا طبعا، راكم عارفين كترجعوا من البحر ولا لابيسين ولا مني كتكوني تعومي في الماء كترجعي مدقدقة. فنعس ومن بعد فقت دوشت ودابا كنوجد راسي شوية ندورو بالحالة وغادي نخرجو وغنشارك معكم الأمسية ديالي كذلك كيفاش غدوز مفاجآت أخرى. كنتمنى الفيديو ينال إعجابكم. مساء لي مع خالتي العزيزة، أشوي عليا غداية الله. المهم هي على حساب الخدمة، المهم عينا معاك، كنا لأجلي شدي سيمانة أخرى والو.
ودابا هزنا لك فلوس عرفت، ولكن صراحة ما كرهتهاش، تبقى معايا على الأقل واحد السيمانة أخرى، ومازال غنرجعوا للجبل يعني البلاصة اللي كيعجبوها هي، وخا هكا ما عندهاش مع البحر بزاف كما قالت لكم قبيله، هذا بحر ولا المهم دابا غندورو واحد شويه نحاولوا نستمتعوا بوقتنا اياك بقى حتى الدور هذا شلال حتى الدور المهم المهم غزالات هذا هو الدرق القباس وقلت لكم هذا هو الدرق القباس دابا ما عارفوني على من هضر ديري اختي انا فليبيا كيما المهم انا هي انا عمرني نتبدل المهم غزالاتي غندور واحد شويه وهانتوما معانا وزو هاد المساء مع بعضياتنا وكما قلت لكم اخر عشيه مع خالتي العزيزه الله على ريح شحال زوين هنايا كما كتشوفوا دابا بالو انا ما كرهتش نعوم دابا جلسنا واحد شوية نتسارعو نشوفو ناكلو شي جيلاتو يكون زوين هدا باتشي دي تيعجبوني دوك الحليوات سميتو ميباتشي ندير واحد التحدي انا وخالتي المهم هي معرفاش قلت ليها غندير انا وياك تحدي معرفاش شنو هو التحدي التحدي هي نسولك سؤال عليا ونشوف شنو تعرفيني ولا ما تتعرفيش بيني وبينك قلت لكم كتعرفنيش واش بيني وبينها المهم غزالة تعرفين شنو هو التحدي يعني غنسولها شي اسئلة عليا ونشوف يعني اشنو غادي ما عمرني ما درت هذا النوع ديال الفيديو الا كنت درت واحد المرة شحال هذا مع واحد البنت راه كنتو شفتو في القناة المهم غنسولها شي حاجة عليا ونشوف شنو غادي ندير من راسي الزهرة اشنا هي الحاجة لا نسولك عبلاتي اشنا هي الحاجة اللي فيا خايبة وما تستحمليهاش تبدير هي بدات بالتبدير هي علاش قال انا مبدره شي مبدره مع الدخيمه واخا عارفه ما عرفتش ما ديري بيه شحال مش بابا انت وباش كنت مش بس مامتي البروغرام ديال المس ديال ما مديش جانب اقتصادي مع زيرو قلت لكم الحاجه اللي تبدلوا جايه فيا هي التبديل هو التبديل وما نشوف راسي صراحه ماشي شي وحده اللي جا مع يديها ولكن ماشي ثاني مبدره تنعرف شي مبدره اكثر مني عندنا في العائله نيت اللي هو اشنا هي الحاجه ولا شي حاجه الميزه اللي فيا مزيانه قلت لك الحاجه الخايبه قلتي التبديل جانو الحاجه مزيانه اي واحد فيه سلبيات وايجابيات ولكن بحال لك سؤال اشنا هي الحاجه اللي تشوف فيها انت فيا وانا الحوايج اللي فيه مزيانين وعارفه راسي عارفه راسي مزيان اشنا هما ولكن انت كخال شنو كتشوفي فيا مزيان خالتي كل حاجه يعني ميزه بحال دابا انا ملي تيزوروني اشنو هي ولا مثلا تيزوروني شي واحد اشنو هي الحاجه اللي كتعجبك في الزوره
كتعجبني حاجه نقدر يعني حاجه وحده درت ليا ماشي سيده هي انك انسانه جدي ومعقوله وعندك غديري ما فيكش خلويط انا واخا كنت شويه ديال الخلويط نقدر نخلويط كنت نخلويط دابا لا كيف ما كتشوفوا وقفنا هنايا في هنايا في هذا البوديلو ديال الاسيو كاين كيف ما كتشوفوا معايا هذا الرسام اللي ارتيست ديال الاسيو من الرسام اللي تيكونوا دائما اللي جيتوا هنا الاسيو غتلقاو جالس يعني تيكون ديما هنا لقاش سولته قلت لي زعما فين كتكون هذه قال لي انا كنكون ديما هنا وراجلي اقترح عليا قال لي ديري خليه يرسمك يدير لك شي تصويره زوينه فالمهم انا جلست غتشوفوا معايا كذلك المفاجاه كيف رسمني ومهم غنخلي تقولوا رايكم وانا غنقول لكم رايي طبعا في الاخير فغنخليكم مع مقتطفات من الابداع ديال هذا الفنان هذا
شفت الرسمه صراحه من في الاول تبهرت قلت زعما واو. من بعد بقيت نحقق مزيان شفتو دار لي الجبهه قصيره، دار لي الجبهه صغيره ماشي كبيره، وانا اصلا جبهتي عاليه هو دار لي الجبهه ضيق لي الجبهه. وهنايا من جهه العينين عرجاني راسي نشبه شي وحده اخرى في التصويره ماشي انا، شي شويه مختلفه عليا ماشي زعما ما رسمليش بيرفكت، ولكن يعني بالنسبه للشغل ديال الرسام اللي رسمك ما قدامه ولا تصوير شكلها ولا رسمك وانت جالس تتحرك زعما ما بقيتش ثابته الوقت كله. واخا بقى شي الزهره شحال بقات تقريبا شي قريبه ساعتين بزاف. هي نعسات فوق الكرسي وترسم بقى جالسه هي وراجلي في واحد كراسي تما في واحد القهوه، دايما مسكينه نعاس نعسات باش بقاش تعطل في الرسم. وكما قلت لكم ماشي شبعش ليا زعما وهالي زعما بحال بحال، ولكن المهم هذا دابا راجعه للدار بلا ما نزيد نطول عليكم. اكيد هذا الفلوق ديال اليوم غيكون طويل ولا غنشوف كي غندير لي في المونتاج باش يكون خفيف ظريف. المهم غزالاتي نخليكم هنا تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف ونشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.